مات في الحال، راح عند البيت هو النقاش اللي هو الزيت والخال ده. اب دي جريمه الصدفه، عارفين جريمه الصدفه؟ اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حد، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء. ايه الجريمه اللي حصلت؟ تخيلوا اتنين اصدقاء، اتنين اخوات، اتنين حبايب، ده هما الاتنين، ده واحد التاني بابن خاله، يعني تخيلوا الاتنين بيت واحد، لكن تحصل بينهم جريمة قتل بشعة. بس للأسف جريمة قتل، يعني احنا احيانا بنلقى نفسنا قتلنا من غير ما نحس. دي جريمة الصدفة، عارفين جريمة الصدفة؟ ان واحد مش في دماغه انه يقتل، ولا في دماغه انه هو وهيقتل مين؟ يقتل واحد قريبه وعشرته، ده ابن خالته، ويقتله ليه اصلا؟ الخلافات وارده بين اي اتنين، ده المصارين في البطن بتتخانق زي ما بنقول، الاخوات بيتخانقوا، فما بالك واحد وابن خالته ما كانش عايز يقتله، لكن هو قتله الصدفه. ازاي قتله الصدفه؟ وهيتم ايه؟ هيتم توجيه الاتهام قتل مع سبق الاصرار والترصد، وجريمه القتل بشع. بس هو كان يقصد؟ اشك ان هو كان يقصد. ايه اللي حصل؟ قبل ما اقول لكم وليه انا بقول ما يقصدش، تعالوا بس ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعة الحلقة. الموضوع بسيط خالص، اتنين اصحاب ولاد خالة بياكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض، حياتهم كلها مع بعض، فيهم واحد عنده 36 سنة والتاني عنده 32 سنة، الاتنين بيت واحد، ولاد خالة، ولاد خالة، واحنا بنقول على الخالة، الخال ده اب والخاله ام، يعني الاثنين ما بيفرقوش بعض، ده احيانا بيباتوا عند بعض، واحيانا ده لما واحده بتسال على ابنها تقول له طب شوفوا مع ابن خالته على طول، ما ممكن يقتلوا بعض. ايه اللي حصل؟ خلافات ماديه عاديه، كانوا في شغلانه، واحد خد الفلوس المفروض يدي نصيب الثاني، الثاني قال له نصيبي كام؟ قال له 50 جنيه، قال لا ده انا نصيبي 100 جنيه، اتخانقوا مع بعض. خلافات عاديه بتحصل بين اي اثنين، ممكن انا واخويا نتخانق، ده ممكن واحد يتخانق مع والده، دي خلافات واردة جدا وبتنتهي بمجرد القعدة والناس بيتدخل واصحابنا بيتدخل، الموضوع بينتهي. فالواد في ناس حابه يتدخل، فقال له لا ما حدش يتدخل، ده احنا اخوات، ده انا هروح له في كرداسة، الجريمة دي حصلت في كرداسة محافظة الجيزة. قال له يا عم انتوا جايين تصحوني على مين؟ ده ابن خالتي، ده انا هروح لغيت عنده في البيت واصالحه. فالناس قالوا عداك العيب، وما دام رحت عنده في البيت يبقى جبت الغلط عليه. معروف احنا عندنا حتى هنا في الصعيد لما واحد يروح لواحد البيت ما يقدرش يعاتبه، حتى جالك البيت عايز ايه اكتر من ان هو جالك البيت؟ جالك البيت يعني خلاص، يعني بيقول لك انا غلطان وحقك عليا وانا جيت لغيت عندك. الجماعه دول شغالين ايه؟ شغالين في مهنه النقاشه، يعني ولاد الخاله دول شغالين في مهنه النقاشه، اللي هو النقاشه اللي هو الزيت والحاجات اللي هي دي في النقاش، نقاش باللغه الدارجه. هم الاثنين شغالين نقاشين، ولاد خالة بعض وبيطلعوا مع بعضهم، لكن فيهم الكبير عنده 36 سنه هو الوسط، والتاني ابن خاله 32 سنه، يعني شغالين مع بعض، فالوسط هو اللي بياخد الفلوس وبيوزع اليوميات، فاختلفوا على اليوميه. الحظ بقى سبحانك يا رب، لما اكون اسران، فالراجل الكبير رايح للشاب الصغير ابن خالته يصالحه ويديله اليوميه بتاعته. راح عنده البيت اهو، راح عنده البيت، فبيقول له يا اخي انت زعلان ليه؟ ده احنا ولاد خالة بعض وبتاع، وانت يوميتك اول عن اخر 100 جنيه. قال له لا، انت واخد في الشقه دي مصنعيه، واخد فيها شراء زيت وادوات نجاشه، ده انت واخد فيها كتير كده حرام، انا عايز 300 جنيه. قال له هي 100 جنيه اتاخدها ولا ما اتاخدهاش؟ المهم المصيبه بقى ان هما الاثنين لوحديهم. الكبير رايح للصغير على اساس ان هو ايه؟ مش محتاج اخد ناس معايا، ده احنا ولاد خاله. وده عشان كده بنقول ايه؟ الـ 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 احيانا وجود طرف ثالث مهم جدا. لان هم دلوقتي اتخانقوا مع بعض، ده على صوته على ده. فالصغير بيولع سيجار، بيشرب سيجار، انت نرفزتني، انا جاي حسبتك ان انت جاي البيت هنا عشان تراضيني وتديني حقي، ده عرضي، حرام عليك وشجايا، ده انا شغال معاك من يوميه كذا ليوم كذا، ده انا متاخر عليا وما بقدرش اكلمك واقول لابن خالتي، وانت ما بتحبش العيش والملح. شدوا مع بعضيهم. الراجل الثاني الكبير من كتر ما شد ولاد بيقولوا خلاص ما انت جاي لي ليه؟ اطلع بره اطلع بره، بيزجوا. الثاني بيجيبوا ايه بقى؟ علبه تنر. عشان كده انا قلت الجريمه هتكيف
انها جريمة قتل مع سبق الوصول والطرد. ليه؟ واخد في جيبه علبة تنار، احنا عارفين التنار ده مادة زي البنزين، انت بتزجني بتزجني، فراح زجه ومطلع علبة التنار بيخبطه بعلبة التنار، لما خبطه بعلبة التنار العلبة اتفتحت على جسمه. التاني بيشرب ايه؟ بيشرب سيجار. يعني مش هقول لك رمى فيه التنر وولع فيه، لا، التاني بيشرب سيجار، لما كب على رمى في وشه وعلبة التنر السيجارة بالتنر هوب ولعت في الواد، مات في الحال. هنا نقدر نقول ان ابن خالته كان عايز يقتله، هما بيتخانوا، رماه بعلبة التنر اللي في جيبه. من ضمن يعني من ضمن عدة النقاش ده من التنر، لانه بيضيفها في المواد الكيماويه اللي بيعملها واختيار اللون الحاجات دي، فمعاه علبة التنر. لكن للاسف الولد مات في ساعتها، ولع، ومادة التنر دي ربنا ما يكتبها على حد اكتر من البنزين، ما عرفوش يطفوه فالواد مات. تم القبض على الشاب، وخاصة ان في شهود ان كان في خلافات بينهم، فقال لك ده كان رايح يموته. لكن الواد بيقول والله السيجارة كانت في ايده وانا ما خدتش بالي فرميته بعلبة التنر لما زائل، وهو منهار جدا. بس هنا بنقول بقى هي جسرانة، جسرانة. انت عارف لما يكون جسرانة يعني في واحد ماشي على التروتوار وواخد كل الاجراءات الاحترازية، وتلقى عربية طلعت له واخداه بالاسم كده رايحاله، هو ماشي تحت على التروتوار وماشي في امان، لكن جسران العربية بيسيب الطريق وتطلع تخبطه تموته، زي بالظبط عيل صغير ماشي في يوم مطر يسند على عمود النور يموت في الحال. هي بتبقى جسرانة، يعني بتبقى العملية هو ما كانش ناوي يقتل، ده رايح يصالحه يديله يوميته، يتخانقوا مع بعض، الواد بيزجه وراح رماه بعلبة، انت بتخبطني اخويا غور يا اخي، علبة التنر راحت جاية في وشه اتفتحت في السيجارة ولع مات. فمهم جدا لما اقول لك واحد راح يصالح واحد لازم يكون في طرف ثالث. ليه؟ لان في اثناء العتاب ممكن تتجدد الخلافات. انا بعاتب زميل ليا او بعاتب صاحبي او بعاتب قريب او بعاتب اخويا، ممكن العتاب يتطور ان لشجار لصوت عالي فيكون في طرف ثالث. انت راح تصالح ابن خالتك، خد واحد معاك، تعالى يا عم عشان تبقى شاهد ان انا راح اراضيه، تعالى يا عم عشان تبقى شاهد ان انا عطوا يوميته، تعالى يا عم عشان نشوف انا رايح لغايه البيت من عنده. لازم يكون في طرف ثالث، لانك ما تضمنش الخلافات ممكن توصل، يمكن الطرف التاني زعلان جدا زي ما حصل كده، مش هيقدر ان انت جيت عنده، مش هيقول لك يا عم هو كل يوم عندي، ما ده البيت بيته، مش هيقدر ان انت رحت لغيت عنده، مش هيعملها كبيره ان انت رحت لغيت عنده، فهيبتدي يعاتبك، فتحصل الخلافات فتطور زي ما لو في طرف تالت كان خلص الموضوع. اقعد يا عم صل على النبي، اقعد يا جدعان انتوا دم واحد وبيت واحد، يا عم انتوا واكلين من طبق واحد، يا عم عشان خاطر العيش والملح، هيخلص الموضوع. لكن للاسف كانوا هما الاثنين لوحديهم. حتى حته ان انا ما ولعتش وكان مولع بالسيجاره، ممكن يكون العكس، ممكن يكون هو كبها وهو اللي كان ماسك السيجاره رماها عليه. كل دي حاجات وارده وتحصل. لكن احنا بنتكلم ان هم عمرهم ما كانوا بيختلفوا مع بعض، لكن الشيطان لما بيدخل بيخلص. الشيطان لما بيدخل بيبقى خلاص. والانسان عشان كده بنقول دايما ما تخليش الواحد، ما تخليش ابنك او ما تخليش جوزك وهو نازل ياخد السلاح معاه. انت مرخص سلاح تاخده معاك ليه؟ ما دي مصيبة لما تاخد السلاح معاك وتحصل خناقة ممكن تتهور، والشيطان شاطر. او الشاب اللي معاه سكينة يتخانق مع زميله في المدرسة ويكون في بنات فيحب يرسم قدام البنات، يطلع السكينة يضيع واحد ويضيع نفسه. فشيل السلاح في حد ذاته كارثة، شيل السلاح ده مصيبة. المفترض ان الواحد ما يشيلش السلاح ابدا. السلاح ده انت واخده حماية شخصية لبيتك علشان حد يتهجم عليك، حد يسرقك يجي موجود. لكن انا بستغرب على الناس اللي دايما بيخلوا سلاح. السلاح ده معمول ليه؟ واحد شغال مثلا صراف معاه فلوس بيروح اخر الليل معاه حصيله مندوب مبيعات بيحصل من حقه ان يشيل فلوس. لكن موظف عادي مرخص سلاح ورايح يجيب عيش ولا رايح مشوار، تاخد الطبنجه معاك ليه؟ حتى في الافراح غلط جدا نشيل طبنجه ونضرب بيها، ما تضمنش الماسوره ممكن تعلق تيجي تبص فيها تطلع طلقه فيك او تطلع طلقه في حد، تضيع مستقبلك وتبتدي في مسلسل الطار لو في الصعيد. يا جماعه السلاح في حد ذاته مصيبه، عليه شيطان. فهو دلوقتي معاه تنر رماه الدنيا ولعت، دي جريمه هزت بلد بكامل، لان هما الاثنين كانوا اكتر من الاخوات، هما الاثنين كانوا اكتر، يعني حصلت في كرداسه الجيزه. فبالتالي احنا بننصح دايما يا جماعه حل الخلافات لازم بوجود ناس، حتى لو انت رايح لغايه البيت عنده لازم يكون في ناس. اه واحد مات، التاني في السجن حسب بقى التكييف القانوني للجريمة، هل كان يقصد ولا ما يقصدش، هل كان سبق الوصول والترصد، دي مواضيع المحامين هيتدخلوا فيها. لكن للأسف الاتنين
واحد مات والتاني هيسجن، كل ده بسبب ايه؟ احنا بنقول يا جماعة صحيح اللي بيروح لك البيت بيجيب الغلط عليك وبيجيب العقل، لكن لازم وجود طرف ثالث. دي جريمة بشعة جدا، وخاصة ان الشاب الصغير 32 سنة مات متفحم. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.